بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو، أخبار وكواليس كتيرة إن شاء الله هتكون معانا. قبل أي حاجة طبعا بنهني كل الأقباط المصريين في يعني في كل ربوع الجمهورية، طبعا بعيد الميلاد المجيد بكرة إن شاء الله. يا رب يعني اجعلنا دايما في رباط إلى يوم القيامة المسلمين والأقباط، مثلما قال الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن دايما تكون مصر في رباط إلى يوم القيامة. عندنا أخبار كتير، عندنا طبعا خروج المقاولون العرب أمام النجم الساحلي من الكونفدرالية، عندنا كمان التصنيف النهائي الدور ال 16 في دوري الأبطال. لكن قبل ما أتكلم في أي حاجة، تعالوا نشوف إبراهيم سعيد كان معنا الحلقة اللي فاتت، خلينا نشوف قال إيه ونرجع نكمل مع بعض. الشهرة أحيانا بيكون عليها مسؤوليات. تمام، اكيد ماشي. كل واحد بقى يحافظ على الحته بتاعته. هل لعيب الكره بصفه عامه وانت واحد من ضمن اللي كان في الجزئيه دي في مشاكل، تمام، المسؤوليات ديت ما بتحطهاش في دماغك؟ لا بص اقول لك على حاجه. اولا اكيد طبعا انت بني ادم لازم تخرج، انت لازم تعيش برضه. ايوه بس اعمل اللي انا عايزه يعني. لا ما اكيد في حدود، فاهم قصدي؟ يعني اكيد في حدود يعني. ابراهيم انت كنت بتعمل انا الحمد لله هات لي الحمد لله عمر ما حد سواء خرجت سهرت ايا كان، الحمد لله ليا حدود وبتعامل مع الناس كويس وبقعد زي الناس. اتكلم على اللي شفته. ما اسامه بتاع امبي صح؟ اسامه مدافع امبي واللي الاهلي عايزه واللي كان ليه دور كبير مع المنتخب الاولمبي في. بص انا بعتبر يعني هو ممكن يكون لعيب كويس على فكره، ومهم بعض اللعيبه انا يعني تابعته بس على فتره، بس ما تابعتوش بشكل مستمر لان انا مش هتابع ما بتابعش امبي يعني على طول في بعض المباريات، ممكن اشوفه بعض اللقطات. أيوة. واخد بالك؟ طبعا انا تقييمي بشوف اللعيب اللي انا بتابعه سواء في الاهلي او في الزمالك. ماشي. او في بيراميدز، واخد بالك؟ فانا هتكلم على اللعيبه اللي انا شفتها. عبد الغني افضل من الونش، سوري افضل من ياسر ابراهيم، افضل من ياسر، افضل من علاء، محمود علاء، افضل من ايمن اشرف. ايمن اشرف على مراحل يعني، اوقات بيبقى كويس جدا واوقات ما بيبقاش كويس. قفشه افضل من عبد الله السعيد؟ لا مش افضل، انا بتكلم لا افضل طالما انت يعني هتختار لاعب. انا بتكلم على افضل من تاني. ممكن بس وبعدين ما اخترتش ليه حسام حسن؟ لاعب سموح. لا طبعا ليه؟ ده لاعب كويس جدا. ماشي لاعب كويس ماشي، بس مش يعني ما بيشدنيش يعني، باحترامي ليه يعني. ممكن يكون يعني ما يلعبش اهلي وزمالك؟ لا بعيد طبعا. بعيد حسام حسن. مين اللي ليه الافضليه الهدف يعني، قفشة ولا شيكابالا من وجهة نظرك؟ لا بس يعني ككورة الاثنين يعني ايه امتع من بعض، بس واحد اللي هو تستمتع بيه واخد بالك، وواحد تاني اللي هو جاب بطولة وكان هدف كويس. افضل صفقة اللي اتعملت عليها البوم في الفترة الاخيرة يعني، هي بس مش افضل صفقة، هي افضل صفقة واغرب صفقة. على فكرة رمضان صبحي لسه ما وصلش لل هي اغرب صفقه. هي اغرب صفقه لان واحد من الناس ما حدش توقعها، يعني صفقه ما حدش توقعها خالص. يعني احنا مثلا كابتن حسام وابراهيم مثلا لما راحوا الزمالك فكانت الامور ايه، في تمهيد، كان في تمهيد. انا مثلا لما جيت رايح مثلا الزمالك فكان الموضوع في ايه تمهيد. دي اللي هي اسمها ايه اللي هو تك تك في يوم وليله خلصت، فهي دي اغرب واحده. افضل حكم؟ بص انا يعني هو محمد عادل. افضل مدير فني؟ بص هنحسبها عشان خاطر بس الظروف اللي جه فيها، هو موسيماني وكارتيرو. لاعب ظهر بمستوى سيء السنه دي في 2020، هم اسوء اثنين في تاريخ الدوري المصري يعني. تاريخ الدوري المصري؟ لا يعني في الموسم في 2020. يعني تمام. كاسونجو كابونجو او كابونجو كاسونجو. تمام. كاسونجو. ومروان مصر. طيب ده كان كلام إبراهيم سعيد طبعا معنا الأسبوع اللي فات، واللي هيكون معنا طبعا في الفقرة الثانية، ومعاه النجم محمود أبو الدهب، طبعا نجم النادي الأهلي الأسبق والكرة المصرية ومحلل البريمو.
ان شاء الله بكره كمان بفكركم هيكون في حوار مهم جدا جدا مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اختص يعني قناه تن وبرنامج البريمو بحوار خاص عن الملفات والقضايا الرياضيه اللي طبعا موجوده على الساحه خلال الفتره اللي فاتت. طيب المقاولين العرب طبعا ودع بطولة الكونفدرالية مبكرا في دور الـ 32 أمام النجم الساحلي بعد طبعا الخسارة من النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف. تقدم نادي النجم الساحلي عن طريق سليماني كولوبالي في الدقيقة 22 وبعدين تعادل نادي المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 52 وسجل أو أضاف هدف الفوز سليماني كوليبالي من ضربة جزاء في الدقيقة 86. خلينا نروح للمهندس محمد عادل فتحي من تونس المشرف العام على المقاولون العرب. باشمهندس برحب بيك وهارد لك. أهلا أهلا سام حبيبي. إزاي حضرتك؟ لكن يعني سام مش عادتك يا إسلام. نعم. اهلا بيكم الساده المشاهدين. اهلا بيك يعني زهر. انت شفت المباراه وشفت ضربه الجزاء اللي ما حدش يقدر يحسبها ابدا ضربه جزاء. فاحنا اتظلمنا اسلام وخرجنا بفعل فاعل. تمام. واتظلمنا في الماتشين، الماتش الاولاني لو رجعت له حضرتك هتلاقي الحكم ظلمنا في ضربتين جزاء احدهم اثنين ما يختلفش عليها. والنهارده الحكم من اول دقيقه في المباراه واضح جدا انه عايز يخرج بالنتيجه اللي في دماغه هو وعمل اللي هو اراده. انما احنا ادينا مباراه انا بشكر لعيبتي عليها، ادوا مباراه بروح عاليه باداء يمكن الناس كلها شافته، وفي الاخر بنقول الحمد لله. لكن احنا خرجنا بفعل فاعل. بفعل فاعل. قصدا وعمدا. طيب هل نادي المقاولون العرب ان شاء الله هل في شكوى هتتقدم؟ هل في يعني اي امور ما فيش شك ان انا هنعمل شكوى وهنشتكي هذا الوضع. واحنا بنرفض ان يكون التحكيم بهذا الاسلوب وبهذا الشكل. واحنا المفروض ان احنا يعني في زمن غير الزمن، المفروض ان الماتشات النهارده بتتشاف على اعلى مستوى، لازم يبقى فيه حكام على مستوى اعلى من اللي انا شفته في المباراتين. في شكوى هتتقدم، لكن دايما برضو بقول وبعد ما هنشتكي يعني انا هنشتكي. هل هتتعاد المباراه؟ الحكم عمل اللي هو عايزه. وانا مش قادر اتصور هو هيقدر ينام ازاي يعني. يعني انا صراحه يعني لان هو قضى على احلام فرقه بقالها سنتين بتعد لهذا اليوم. النهارده احنا شفنا اداء الفرقه كان عامل ازاي، شفنا روح الفريق. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. باشمهندس يعني انا عارف طبعا الاداء يمكن اداء المقاولين كان يمكن افضل كمان من مباراه الذهاب النهارده، وقدر الفريق ان هو رغم كان تاخره بهدف قدر ان هو يرجع مره ثانيه بهدف التعادل عن طريق سيف الدين الجزيري. هل حضرتك كنت يعني متخوف في اللحظات الاخيره؟ هل كنت متوقع؟ هل اتكلمت مع حد من الجهاز الفني ان ممكن يتم احتساب ركله جزاء؟ كنت متوقع دوت ولا يعني من خلال اداء الحكم وحضرتك بتتكلم وحضرتك يعني كنت متواجد مع او متواجد مع الفريق في تونس؟ صدقني انا وانا قاعد على الدكه معاهم قلت لهم الحكم مش هيعدي المباراه كده. والله تصرفات الحكم كلها يا كابتن ولو رجعت لها كل الكور كلها فاولات على قبل الكوره دي هو شرطه كور على الخط كان نفسه يحسبها جوه. تمام. انا قلت لهم الحكم من اول ما بدا احنا معترضين على الحكم واللاين زمان اللي واقف اللي ناحيتنا. تمام. لو جمعت لك مجموعه التصرفات والاخطاء مش هتعرف فعلا اللي انا بقوله. قلت لهم الحكم مش هيعدي المباراه كده، الحكم ده مش هيطلعنا بالمباراه ابدا. وفعلا ما فيش يمكن ما خلصش الكلمتين دول
وكان بيعطي ضربه الجزاء وش الولد دم كله قدامه ورغم كده بيعطي ضربه الجزاء. طيب الخروج بفعل فعل يعني. طيب هل انا عارف ان بفعل قاسم بلاش فعل تحب انت الحاجات دي يا اسلام؟ انا بديك يا عم شتات هايله يا باشمهندس. انت راجل يعني انا متابع حضرتك طبعا حبيبي. لا بجد والله متابع حضرتك يعني سواء المقالات او برنامج حضرتك على اليوتيوب يعني حاجات محترمه، فانت يعني على درايه من الثقافه فعارف المنشتات فبتقولها لوحدك بسم الله ما شاء الله. طيب يعني عماد النحاس انا عارف ان سياسه المقاولين العرب انا بقى مش عايز اقول لك ان انا الماتش الاولاني كان عندي 9 كورونا تمام. الماتش يعني الماتش الثاني كان عندي 5 زائد الكابتن عماد النحاس كابتن علاء و4 اصابات، لان الولاد لعبوا مباراه حلوه، مباراه كانوا يستحقوا ان هم يطلعوا بيها. ولكن يعني عشان كده احنا مش بنقول حاجه، انا كان ناقص النهارده 9 لعيبه ولاعيبه اساسيه، ولكن الحمد لله الولاد ادوا بروح عاليه جدا وانا بشكرهم. كابتن عماد كان متواجد ال 90 دقيقه على التليفون مع رامي، الكل كان ولكن مفيش فايده. كان الحكم راي اخر. طيب يعني فيما يخص الجهاز الفني، وانا عارف ان سياسه المقاولين العرب دايما هي الاستقرار، يعني هل في البعض بيتكلم على ان رغم ان كان في نتائج طيبه في الموسم اللي فات وقدر المقاولين العرب ان هو يكون متواجد في الكونفدراليه، في تذبذب يعني في بعض النتائج في الموسم الحالي خروج من الكونفدراليه بفعل فاعل زي ما حضرتك ذكرت، لكن عماد النحاس هل في اي مساس بيه ولا لا؟ انا لا اقبل هذا الكلام من اي مخلوق يا كابتن اسلام. عماد النحاس باقي 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 ومفيش اي تفكير في هذا الكلام، ولن نسمح بالحديث في هذا الموضوع. واحنا شايفين الفرقه الحمد لله كويسه، عادي جدا ممكن يصفصف سوء حظ في بعض الاوقات، لكن الاستقرار موجود ومفيش عندنا مشاكل، وان شاء الله هنوصل تاني وهيكمل عماد يوصل الرابع تاني باذن الله السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. كان تردد في الفتره اللي فاتت مفاوضات النادي الاهلي لضم محمد الشامي، فهل يعني ممكن دوت يكون في الموسم اللي جاي؟ محمد مجلي انا اسف. اولا ما حصلش هذا الكلام خالص خالص، ولكن لو حصل برضه هنوافق يعني مش مشكله. يعني المقاولين بيرحب بانتقال محمد. اتفضل يا اسلام. اتفضل. ما حدش جاب سيره الموضوع ده خالص يا اسلام، ما حدش كلم. قالوا الزمالك وقلنا اهلا وسهلا لو الزمالك قال. دلوقتي بيقولوا الاهلي، لا ده بيقول ولا ده قال. يعني ما فيش مفاوضات رسميه حصلت خالص. ولو اقول لك اهو، انا بقول لك اهو، انا وخلي بالك برضه ان احنا من ضمن سياساتنا ان احنا لازم النهارده نبيع لاعبين علشان نقدر على مصروفات الفرقه. فده وضع ده اعتقد العالم كله النهارده بيمشي في الاتجاه ده. ولكن لو جالنا كلام هنكون صادقين ونقول ما حصلش، لا الزمالك اتكلم على مجلي ولا الاهلي اتكلم على مجلي، لكن انا اتمنى ان مجلي يروح المنتخب الوطني. طبعا بعد ادائه الفتره اللي فاتت اداؤه المميز مع المقاولين، يعني هو الولد امكانياته كويسه واداؤه مميز. وان شاء الله برضه يكون له شأن ويكون اضافه ان شاء الله لو انضم للمنتخب. طيب مش هينفع يعني حضرتك تبقى معايا وانت ليك خبره كبيره طبعا في الاداره والتعامل مع اتحاد الكره خلال السنوات كتيره جدا جدا، وانا كنت يعني شاهد على دوت. يعني اتحاد الكره دلوقتي او اللجنه الثلاثيه برئاسه احمد مجاهد بتدرس فكره ان يتم تاجيل اي مباراه في حاله ظهور 5 اصابات يعني بكورونا. ده الامر تحت الدراسه وهيتبعت يعني يتم استطلاع راي الانديه
ده يمكن على خلاف ما كان قبل كده في لائحة المسابقات اللي هي المعمول بيها خلال الفترة الأخيرة، ان كان لازم يبقى فيه بيتم الاشتراط ان يكون 14 لاعب. فهل حضرتك شايف ان ده قرار جيد، ان ممكن لو انا عندي 5 لاعبين من اللاعبين الاساسيين، لو انا عندي مثلا 5 منهم 2 حراس مرمى فيتم تاجيل المباراه، ولا حضرتك شايفها ازاي؟ طبعا انت دايما ذكي وانا بحترمك فعلا كصحفي وكمقدم برامج، سؤال ذكي جدا. هرد الاجابه ببساطه جدا. احنا من اسبوع بس او 10 ايام قالوا يبقى 35 عشان الكورونا. طب من 35 عشان الكورونا وراجعين نقول دلوقتي لو 5 عندهم اصابات ناجل المباراه؟ هنقعد ناجل وبعدين زي ما عامل لي دلوقتي 3 ماتشات في اسبوع. هل متصور جاي لي جدول النهارده 3 مباريات في اسبوع واحد ومنهم سفر؟ طب هتاجل بعد كده؟ طب انت كل ما هتاجل هنلعب كل يوم بقى ولا هنعمل ايه؟ اعتقد ان مش ده الهدف اللي احنا قلناه لما قلنا 35 لاعب. كنا بندي فرصه ان لو حصل هذا الكلام ندي فرصه اكثر عشان الدوري يستمر. انما انا شايف المنظر ده يعني ممكن قوي يبقى في تاجيلات مباريات كتيره تؤدي لتاجيل الدوري كله. المهندس محمد، انا رايي لا، كان لازم التزام بالعدد السابق عشان نقدر نستمر، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك احنا قلنا 35 بدل 30. يعني اعتقد ان ده كان الاوقع ان احنا نستمر. هترجعوا ان شاء الله امتى بالسلامه من تونس؟ بكره ان شاء الله الطياره تتحرك من هنا 11:30 ب10:30 بتوقيت القاهره، هنوصل على الساعه 3 4. والفريق يستأنف تدريباته بعد بكره ان شاء الله ولا في؟ لان عندي يوم 12 مباراه. يعني ويوم 15 مباراه ويوم 18 مباراه. يعني ادي الجدول اللي بيتكلموا عليه كابتن اسلام. هيتاجل ايه تاني بعد كده بقى؟ وانت لو اجلت هتقدر يعني هتلاقي كل المباريات بتتاجل. يعني اذا كان على التاجيل انا عندي 5 من دلوقتي عندهم كورونا. يعني 5 من دلوقتي في المسحه اللي هي بتاعت اللي طلعنا بيها تونس عندهم كورونا. ولسه برضه ما لحقوش يشفوا. يعني اعتقد ان 5 دي شيء يعني قليل قوي يعني. مهندس محمد عادل فتحي طبعا المشرف العام على فريق الكره بنادي المقاولون العرب، بشكرك طبعا وان شاء الله ترجع البعثه بالسلامه بكره باذن الله. لكن خلاص اهم حاجه بالنسبه لي ان هو اكد على استمرار عماد النحاس مديرا فنيا للمقاولون العرب، ورفضه طبعا المساس او الحديث كمان في فكره المساس بالجهاز الفني. عندي خبر مهم جدا في النادي الاهلي هقوله لكم بعد شويه، لكن خبر من ضمن الاخبار اللي طبعا بتثير لغط كبير واللي يمكن احنا بنحاول نجيبها لكم من الكواليس، زي ما حصل كده في خبر رمضان صبحي وبعد كده راح انه هيمشي من الاهلي وبعد كده راح بيراميدز وحصل الكلام دوت، وكانت الناس وقتها بتطلع تنفي. نفس الامر بالنسبه لتاكيدنا على مفاوضات يوسف اوباما مع النادي الاهلي، وناس برضه طلعت نفت، وفي الاخر اوباما اعترف بان كان في مفاوضات مع النادي الاهلي. طيب نروح للتصنيف النهائي لدور ال 16 لبطوله دوري الابطال. التصنيف الاول النادي الاهلي والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي. التصنيف الثاني الزمالك وصن داونز وحورية كوناكري وفيتا كلوب. التصنيف الثالث الهلال السوداني وبيترو اتلتيكو وسيمبا التنزاني ومولودية وهران
الجزائر. التصنيف الرابع المريخ وكايزر. المريخ طبعا السوداني، كايزر تشيفز من جنوب افريقيا، وشباب بلوزداد من المغرب، وتو توناجيت دوت فريق احد الفرق طبعا الصاعده الى دور ال 16. القرعه طبعا هتقام يوم الجمعه باحد الفنادق الكبرى. بعض الفرق طبعا اللي تاهلت لدور ال 32 مكرر من كاس الكونفدراليه، في نياسا ستارز من زامبيا، وفي ساليتاس من بوركينا فاسو، وشبيبة القبائل الجزائري، وبيراميدز من مصر، والنجم الساحلي من تونس، وكيجالي رواندا. طيب خلينا ناخد الأستاذ طارق الأدور، طبعا الكاتب الصحفي الكبير والخبير في اللوائح. أستاذ طارق برحب بيك. أهلا بك يا إسلام، وحشني جدا. وأنت والله ربنا يخليك. أهلا بيك أستاذ طارق. يعني هو حصل لغط كده من ساعة ما تم الإعلان عن التصنيف النهائي لدور 16 دوري الأبطال. فكرة بقى، أنت عارف على طول على السوشيال ميديا الناس بتشتغل، إن ليه النادي الأهلي في التصنيف الأول، طب والزمالك ما هو وصل للنهائي فليه في التصنيف الثاني. فعايز حضرتك بس تشرح لي على أي أساس بيتم اختيار التصنيفات. بص يا إسلام، هو اللغط ده كل سنة يحصل، ومحدش من اللي بيعملوا اللغط فاهم حاجة، فاهم هو ان هو بيقول كده ليه. يعني هو ببساطة لو كل واحد فهم هي الموضوع او اللائحة بتقول ايه هيطبقها، وهتلاقيها سهلة وبسيطة جدا. الاتحاد الافريقي نفس نظام التصنيف اللي هو بيعتمد على النقاط ده، هو نفس نظام التصنيف اللي بيعتمد عليه في تصنيف الفرق لما يجي يعمل دوري المجموعات. ايه بقى اللي هو نظام النقاط؟ في بقى تعديل فيه عشان انت بتعمل بنظام اخر 5 سنوات. يعني ما ينفعش مثلا انا اخد بنقاط فريق زي كارا برازافيل مثلا خد دوري ابطال افريقيا سنه 74 واختفى. مش باخد بالقديم، انا باخد بالحديث اللي يديك انطباع ان ده مستوى الفريق في الفتره دي. ايوه واضح كده. فبياخد باخر 5 سنوات اللي هي بالنسبه لنا واحنا في بطوله 2021 بناخد بطولات 2016 و17 و18 و19 و20 الاخيره اللي هي الاهلي خدها والزمالك وصل فيها للنهائي. عشان ضمانا لان انا اكون عندي المستويات معبره عن اخر مستوى للفرق ديت، فبيعملوا حته هي بتتعمل في حاجات كتير في التصنيف. اخر سنه اللي هي سنه 2020 النقاط اللي خدها الفريق في 2020 تتضرب في 5. ليه في 5؟ لان هي السنه الاحدث القريبه. السنه اللي قبلها اللي هي 2019 تتضرب في 4. السنه اللي قبلها اللي هي 2017 تتضرب في كام؟ في 3. وبعدين 2018 تتضرب في 3، 2017 تتضرب في 2، السنه اللي هي بتاعه 2016 اول سنه في التقييم دي تتضرب في 1. هتيجي تقول لي طب ايه الظلم ده؟ اقول لك لا، هو بيقول لك مثلا ان ممكن فريق خد اللقب في 2016 بس الفرقه ديت اتغيرت خالص ولاعيبه مشيت ولاعيبه جت، فطبعا تغيرت المستويات واصبح الفريق اللي كان هو كويس في 2016 اقل شويه، لكن كلما جيت للاواخر اللي هي 2020 مثلا فتقريبا المستويات انت بتقول الاهلي والزمالك وصلوا النهائي، هم الاهلي والزمالك برضه لا زالوا هيبقوا مرشحين اكتر من مثلا فرق ممكن يكون الزمن اثر عليها او فتره الخمس سنين اثرت عليها. طب تعالى نعمل نقول مثال، مثلا الاهلي اخر سنه دي بطل دوري الابطال بقى بياخد 6 نقاط. طب دي اخر سنه اللي هي السنه اللي هي الاحدث، فالسته دي تتضرب في كام؟ في 5. يعني الاهلي من فوزه بدوري الابطال اخر سنه دي بس واخد 6 في 5 ب 30 نقطه. السنه اللي قبلها اللي هي 2019 الاهلي عمل ايه؟ لو تفتكر ان خرج. طيب دكتور طارق هستاذنك، هم محتاجين فاصل ممكن، لان انت بتقول كلام مهم جدا جدا يعني، فانا هستاذنك هطلع لفاصل وبعدين ارجع اكمل مع حضرتك مره ثانيه.
نطلع لفاصل ونرجع بعد كده نكمل، لأن الدكتور طارق الأدور بيقول كلام مهم جدا فيما يخص التحديد التصنيفات وليه الأهلي في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني. لسه مكملين معاكم ومكملين مع الدكتور طارق الأدور طبعا الكاتب الصحفي الكبير وطبعا واحد من خبراء اللوائح، فمش في الكرة بس، طبعا في ألعاب أخرى كتير يعني ما بيتسم به الثقافة الرياضية بشكل كبير. طبعا دكتور طارق برحب بيك مرة تانية. أهلا بك يا إسلام، أهلا بك وكل السادة المشاهدين. وقفنا عند ان النادي الاهلي البطولة الاخيرة واخد منها بس 30 نقطة بالضبط. في 2019 لو تتذكر الاهلي خرج بخسارة قاسية جدا امام صن داونز 5-0، كان وصل لدور الثمانية وخرج من دور الثمانية. نقاط دور الثمانية دي في النظام الحديث ده من اول ما بقت اربع مجموعات في 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 الدور دوري المجموعات، بدل ما كانوا مجموعتين من دور الثمانية بقى اربع مجموعات من دور الستاشر، فاصبح اللي بيوصل لهذه المرحلة بياخد ثلاث نقاط، عشان هي في السنة اللي قبل الاخيرة فبتضرب في اربعة، فالثلاثة في اربعة يبقوا 12. السنة اللي قبلها لو تفتكر الاهلي كان وصل للنهائي امام الترجي، المباراه الشهيره اللي خسر فيها الاهلي 0-3 بعد ما كان فاز في القاهره 3-1. فوصل للنهائي، النهائي بخمس نقاط، بس هي في السنه اللي قبلها فالخمسه بتضرب في ثلاثه، يعني السنه الاخيره اتضربت في خمسه، السنه اللي قبلها اتضربت في اربعه، السنه اللي قبلها اتضربت في ثلاثه، فبقوا 15 نقطه. السنه اللي قبلها الاهلي وصل للنهائي برضه لما كان خسر قدام الوداد في النهائي بالتعادل 1-1 في القاهره وخساره 0-1 في المغرب، فبرضه النهائي بخمس نقاط، بس الخمس نقاط اللي وصل بيهم للنهائي دول عشان هما السنه اللي قبلها فبيتضربوا في اثنين بس. وبعدين السنه اللي قبلها اللي هو كان وصل فيها لدور الثمانيه بتتضرب في واحد. اجمع نقاط اللي انا قلتها دي كده يطلع الاهلي في المقدمه ب 69 نقطه. الوداد في المركز الثاني ب 65 نقطه، على فكره اللي انا بقوله لك ده انا عملته قبل مباريات التمهيدي خالص، انا اللي حسبته بنفسي. نفس حزبه الاتحاد الافريقي. اللي هو اصلا الاتحاد الافريقي هيعلنها في القرعه اللي هتتعمل بعد بكره. لكن انا عملتها بالحسبه اللي انا قلتها لك دي سهله وبسيطه. الوداد الثاني 65 نقطه، الترجي الثالث 63 نقطه، ومازيمبي متساوي مع الترجي 63 نقطه. الزمالك في المركز الخامس عنده 54 نقطه، هتقول لي ازاي بقى؟ ما هو وصل للنهائي على عيني وعلى راسي، ما هو وصل للنهائي السنه اللي فاتت، خد بوصوله للنهائي كام؟ خمس نقاط. بس بتتضرب في خمسه عشان هي السنه الاخيره بقوا 25 نقطه. السنه اللي قبلها لا ثواني هي بتتضرب في خمسه ولا في سته؟ لا في خمسه، السنه الاخيره بتتضرب في خمسه. لا خد بالك انا قلت لك السنه الاخيره الاهلي اتضربت في سته عشان هو البطل. عشان هو البطل. الزمالك كان وصل نهائي. تعرف انا متعمد اسالك السؤال دوت، انت عارف لان الكلام يعني ممكن الناس تسيب كل الكلام بتاع حضرتك دوت وتمسك في الجزئيه ديت، اشمعنى اتضربت في خمسه مع الزمالك وفي سته مع الاهلي؟ تعرف لا ما هو الاهلي الاهلي هم ست نقاط اتضربوا في خمسه برضه. ماشي اوكي. الزمالك من السنه الاخيره اتضربوا ليه في خمسه في خمسه؟ لان الزمالك وصل النهائي ما خدش اللقب. ايوه. فخمسه في خمسه يعني الزمالك من وصوله للنهائي بس خد 25 نقطه السنه اللي فاتت دي، لكن ايه السنه اللي قبلها كان واخد الكونفدراليه. الكونفدراليه اللي فوز بيها بكام؟ بخمس نقط. دوري الابطال اللي فوز بيه بسته، الكونفدراليه اللي فوز بيها بخمسه، بس دي عشان السنه اللي قبلها فبتتضرب في اربعه. يبقى الزمالك من فوزه بالكونفدراليه خد خمس نقاط مضروبين في اربعه يبقى 20 نقطه. واخد بالك؟ السنه اللي قبلها هي سنه كانت كارثيه للزمالك، لانه خرج لو تفتكر امام ولايه ديتشا الاثيوبي من الدور الاول خالص، فطبعا ما خدش الزمالك فيها نقاط خالص. السنه اللي قبلها الزمالك اللي كان وصل الى دور الثمانيه يعني خد ثلاث نقاط بس بيتضربوا في اثنين، ثم السنه الاولانيه اللي هي 2016 السنه ديت اللي الزمالك برضو كان لو تتذكر الزمالك في 2016 كان في دوري الابطال وتحول الى كونفدراليه. لا السنه اللي قبلها دي وصل فيها للنهائي. اللي هو امام صن داونز لو تفتكر لما خسر في النهائي 3-1 بالظبط.
فهي اقدم سنه. فالزمالك لما صعد للنهائي خد 5 نقاط برضه، بس ضربه في كام عشان هي اقدم سنه؟ في 1. شوف بقى الزمالك وصل نهائي 2020 محسوبه له ب 20 نقطه بقى 25 نقطه عفوا، لانه 5 في 5 اتضربت في 5. لكن السنه بتاعت 2016 اللي وصل فيها النهائي قدام صن داون نفس الوصول بس عشان اقدم فبتضرب في 1، فخد فيها 5 نقاط. اجمع نقاط الزمالك كده هيطلعوا 54 نقطه، فهو في المركز الخامس. عشان كده انا حتى كتبت على صفحتي وكتبت في حتى مقال في الجورنال ان حتى يكون الزمالك راس مجموعه لابد ان يخرج احد الاربعه الاوائل المصنفين، يا يخرج الاهلي يا يخرج الوداد يا يخرج الترجي يا يخرج مازيمبي. فبصراحه انا قلت ايه ممكن اللي كان يوقع الوقعه دي مين؟ الوداد، لان الرجاء امبارح خرج في ملعب الشوربه ده، ملعب اللي تحول الى حمام سباحه ده، وتسبب في خروج الرجاء قدام نادي تونج السنغالي، نادي مغمور جدا. الرجاء اتعادل 0-0 في السنغال لكن ما عرفش يجيب جوال. دايما الملاعب الغرقانه دي الفريق اللي عايز يجيب جوال هو اللي بيتضر اكتر. فاهمني؟ الفريق اللي هو عايز يدافع ما هو هيشتت في الميه وخلاص، فنجح في انه يتعادل. ثم ركلات الترجيح، حتى محسن متولي بيشوط الضربه الاولى شاطها شاط الميه ما شاطش الكوره، فطبعا اتسببت في خروجه. فكنا متخيلين مباراه استاد مالي امام الوداد النهارده هتبقى مباراه صعبه جدا، ولكن الوداد اتعلم من الدرس، قعدوا ينشفوا في الملعب على مدى 24 ساعه لغايه ما طبعا نجحوا ان ينشفوا الملعب. الوداد فاز النهارده 3-0، طبعا كان خسران 0-1 في مالي، فصعد الوداد كما صعد الترجي النهارده. شفت كان في هدف من تسلل واضح، ورغم ذلك صعد الترجي. لو ما كانش الترجي برضه، لو كان الترجي تعادل 2-2 كان خرج. ففاز 3-2 وصعد. يعني عايز اقول لك ان الوداد والترجي كان مهمته صعبه جدا، اي واحد منهم كان هيسقط كان هيبقى الزمالك راس مجموعه، لكن اما طلعوا الاربعه فبقى الزمالك في المستوى الثاني. بما ان الزمالك في المستوى الثاني اصبح هناك احتماليه لان يقع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده، طالما ده من مستوى وده من مستوى فممكن يقعوا من مجموعه واحده. ودي النظام اللي هو الناس اللي مش فاهماه يقول لك الله، طب ما احنا وصلنا النهائي. ايوه يا سيدي، ما انت وصلت النهائي بس هي بالنقاط، ده خد كام نقطه وده خد كام نقطه. فنقاط الزمالك حطاه في المركز الخامس، وبالتالي هو في المستوى الثاني، وبالتالي ممكن تصنيفه مع اي من رؤوس المجموعات. يعني بمعنى ان الزمالك قد يقع مع الاهلي في مجموعه واحده، او قد يقع مع الوداد او مع الترجي او مع مازيمبي. يعني واحد من الفرق دي هيقع مع الزمالك. ليه؟ لان الزمالك مستوى تاني، هيقع مع احد رؤوس المجموعات الاربعه اللي انا قلتهم. بينما بالنسبه لفريق الاهلي هو راس مجموعه كده كده، فلا يمكن انه يقع في مجموعه واحده مع اي من فريق رؤوس المجموعات. طيب يعني هل المجموعة، وده يعني سؤال برضو مهم حضرتك توضحه، هل المجموعة ممكن تبقى موجهة شوية بحيث ان انا يعني اجنب الاهلي والزمالك ان هم يكونوا في مجموعة واحدة؟ مستحيل. مستحيل. انت عندك 4 بوتس، انت حاطط او 4 القنينة دي، الازاز دي اللي بيحطوا فيها القرعة، واحدة منهم هتحط فرق المستوى الاول. فانا مثلا افرض انا بسحب الاول فرق المستوى الرابع، دايما بيسحبوا فرق المستوى الرابع اللي هو المستوى الاخير. وبعدين بعد ما يخلصوا يعني في قنينه فيها 4 كرات، بسحب الاولى جت في مجموعه الف، الثانيه جت في مجموعه بي، الثالثه جت في مجموعه ج د و اي بي سي دي. طيب انا لما جيت بقى رحت جاي جزم، اما سحبت المستوى الثاني جت زمالك في ثاني سحبه، فجا في المجموعه مثلا ب بي. حلو. هسحب دلوقتي بقى فرق المجموعه المستوى الاول اللي هي الاهلي والترجي والوداد ومازيمبي، فجاء تاني سحبه جاء الاهلي فهيقع في مجموعه ب، هخليهم يتجنبوا بعض ازاي؟ هي بالقرعه فقط. يعني القرعه قد توقع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده، وقد توقع الاهلي في مجموعه والزمالك في مجموعه، ده بالقرعه بحته. لكن لو كان الزمالك جه في المستوى الاول، لو هو مثلا تصنيفه اول او ثاني او ثالث او رابع مش خامس، كان نقول الاهلي والزمالك الاثنين في المستوى الاول مستحيل يقعوا مع بعض. يعني انا بقول لك من دلوقتي مستحيل مثلا الاهلي والوداد والترجي
ومازيمبي يقعوا مع بعض، ده مستحيل لان هم مستوى اول كلهم، لكن فريق من مستوى وفريق مستوى تاني ممكن جدا ان هم يبقوا يقعوا في القرعه في مجموعه واحده. الدكتور طارق الادور طبعا الكاتب الصحفي الكبير طبعا بشكرك ووضح يعني فكره التصنيف، ليه الاهلي في التصنيف الاول وليه الزمالك في التصنيف الثاني. في النهايه من ان شاء الله ان شاء الله ان الاهلي والزمالك يكرروا التاهل مره ثانيه الى نهائي دوري الابطال باذن الله في النسخه الحاليه. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. لسه مكملين معاك، وزي ما شفتوا يعني القصه او اللغط اللي حصل فيما يخص طبعا ليه الاهلي في التصنيف الاول وليه الزمالك في التصنيف الثاني تم شرحها بالنقاط من خلال طبعا الدكتور طارق الادور. خليني اقول لكم المباريات الدوري الممتاز اللي ان شاء الله هتكون خلال الفترة اللي جاية. الاتحاد مع المصري، والانتاج الحربي مع سموحة، والبنك الاهلي مع بيراميدز، ووادي دجلة مع امبي، وسيراميك كليوباترا مع الاهلي. يوم السبت هيكون مصر المقاصة مع أسوان، وغزل محلة مع الجونة، والزمالك مع طلائع الجيش، وطبعا مباراة الإسماعيلي مع المقاولون العرب مؤجلة بسبب مشاركة طبعا الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي، اللي بنتمنى النادي الإسماعيلي طبعا أن هو يقدر يتخطى العقبة ديت وأن هو يرجع مرة تانية إلى تحسن النتائج. يمكن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة طلعت بيان عدلت فيه بعض المباريات. سموحة مع البنك الأهلي هتكون في استاد الإسكندرية يوم الثلاثة 12 يناير، دي طبعا هتبقى الساعة 2:30 عصرا، بدلا طبعا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير. مباراة المصري مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء برضه هتكون 12 يناير الساعة 5 بدلا من إقامتها يوم السبت 16 يناير. الأهلي والإنتاج الحربي باستاد السلام يوم الثلاثاء 12 برضه يناير في نفس اليوم الساعة 7:30 بدلا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير. زي ما قلت لكم ان تم تعديل كمان، ده يمكن بيان او الجدول النهائي الصادر من لجنة المسابقات. مباراة الجونة مع الاتحاد هتبقى في الجونة يوم الجمعة 15 يناير الساعة 2:30 بدلا من اقامتها الساعة 5 مساء. اقامة مباراتي امبي وسيراميك كليوباترا باستاد بتروسبورت، وبيراميدز مع المقاولون العرب باستاد الدفاع الجوي يوم الجمعة 15 يناير الساعة 2:30 بدلا من اقامتها يوم السبت 16 يناير. ومباراة الاتحاد مع امبي المؤجلة من الاسبوع الرابع هتبقى يوم الاثنين 18 يناير الساعة 2:30. زي ما قلت لكم ان في طبعا تعديلات على لائحه العقوبات بسبب طبعا القصه بتاعت ان بيتم تاجيل مباريات بشكل كبير، فتم طبعا مخاطبه الانديه
في يتم تقليص طبعا عدد اللاعبين المصابين بكورونا. لو 5 لعيبة ممكن يتم إيقاف أو تأجيل المباراة لو كمان منهم 2 حراس مرمى. اللي أنا شايفه أن اللجنة الثلاثية بتحاول ترجع شوية العلاقة مع الأندية اللي فقدت خلال الفترة اللي فاتت. خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة وأنا بتكلم بالأسماء، يعني يمكن اللجنة الثلاثية مركزة شوية وده من خلال متابعاتي دايما داخل اتحاد الكورة، ان كان في فجوة ما بين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني الفترة اللي فاتت مع الأندية، بدليل ان اللجنة قعدت سنة وما عملتش غير اجتماع واحد، وهيقولك عشان فيروس كورونا والكلام ده كله مع الأندية. لكن اللجنة الثلاثية بدأت بشكل يعني مختلف شوية، انها اجتمعت مع الأندية اول لما تولت المسؤولية، ثم بعد كده بيكون في تغيير في بعض البنود الخاصة بلائحة المسابقات او دراسة تغيير بعض البنود الخاصة بلائحة المسابقات، سواء الغرامة اللي هي 250,000 جنيه على كل نادي في حالة الإصابة او تأجيل المباريات بسبب الإصابة وإصابة اللاعبين بكورونا، دي ممكن هيتم تقليلها بشكل كبير، إلى جانب طبعا تخفيض عدد المصابين بكورونا أو شرط تأجيل المباراة في حالة طبعا لو تم الإصابة ب5 لاعبين. خلينا نشوف الفترة اللي جاية ديت هتتم ولا لا. طيب خليني أروح للأهلي. طبعا أعلن أخبار النادي الأهلي، وزي ما قلت لكم ان هيكون في خبر مهم جدا معايا خاص باحد نجوم النادي الاهلي. الاهلي بيعلن عن قيد والتر بواليا بدلا من جيرالدو، طبعا والتر بواليا اللي تم التعاقد معاه، وفي نفس الوقت سيد عبد الحفيظ قعد مع جيرالدو علشان يتم حسم مصيره بعد ما تم وضعه على قائمة الانتظار. ده يمكن خليني برضو أقول لكم أن النجم الساحلي قدم عرض جديد للنادي الأهلي علشان يحل أزمة سليماني كوليبالي اللي سجل هدفين النهاردة، هدفي الفوز للنادي نادي النجم الساحلي على المقاولة العرب. القائمة المبدئية طبعا لكأس العالم اللي هتشارك في كأس العالم للأندية الخاصة بالنادي الأهلي، النادي الأهلي أرسلها، شملت 30 لاعب هيتم تقليصهم إلى 23 يوم 25 يناير، لكن تم استبعاد طبعا كل من محمود متولي وكريم نادفد ومحمد محمود، ده طبعا عشان الإصابة، وبرضو ناصر ماهر علشان الإصابة بخلق في الكتف، وجيرالدو والعربي بدر اللي هو اللاعب اللي تم إعارته إلى الجونة. طيب ده فيما يخص أخبار النادي الأهلي، وزي ما قلت لكم برضو هيكون في خبر مهم. قبل ما نروح نستقبل إبراهيم سعيد ومحمود أبو الده. طيب نروح لأخبار نادي الزمالك، ويمكن نادي الزمالك بيكسب الفترة اللي فاتت، لكن لا يزال في مشاكل داخل نادي الزمالك وتحديدا في الاختصاصات، ومن أول يوم ده بيتم وفي تضارب كبير في الاختصاصات. وجود طبعا الكابتن فاروق جعفر وأيمن يونس، الكابتن فاروق جعفر مستشار طبعا للكرة، وكابتن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وأشرف قاسم مشرف عام على فريق الكرة، كل دي أسماء، وعبد الحليم علي مدير الكرة، وكل دول أسماء وأسماء ونجوم ونجوم كبار. النهاردة فوجئ فاروق جعفر يعني استبعاده من جروب واتساب اللي هو الخاص بـ
يتم التداول فيه او الاتفاق فيه على الاجتماعات والقرارات. تم استبعاد فاروق جعفر صحي من النوم، لا نفسه مش موجود على الجروب الواتساب، وده بسبب الخلافات ما بين الاسماء اللي انا قلتها لحضراتكم ديت على الصفقات الجديده اللي ممكن نادي الزمالك يعقدها في يناير في حاله لو في فلوس جت لنادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت. لكن طبعا في مشاكل زي ما قلت لك في الاختصاصات، في تدخل يعني ايمن يونس رافض تدخل المسؤولين او ناس بره الكوره زي مثلا الاستاذ طارق حشيش مشرف قانوني للنادي. ايمن يونس شايف ان طارق حشيش بيتكلم مع اللعيبه من وراه، ايمن يونس عايز يبقى من خلاله كل الامور تبقى بتتم. حصل من هنا خلاف، ومن ضمن الخلاف دوت يمكن حصل مع فرجاني ساسي، قعد مره مع ايمن يونس وقعد مره مع طارق حشيش، وفي النهايه فشلت المفاوضات ان فرجاني ساسي يكون موجود. نفس الامر حصل مع اوباما قبل التجديد، برضو قعد مع ايمن يونس وقعد مع طارق حشيش. كل الاوضاع ديت يمكن بنحاول نجيب الكابتن فاروق جعفر، بنحاول نجيب اي حد من المسؤولين داخل نادي الزمالك علشان طبعا يوضحوا امر زي دوت او امور زي دي. لكن خدها مني، في مسؤول بارز من الاسماء اللي انا قلتها لحضراتكم ديت هيقدم استقالته خلال الفترة المقبلة. تاني، في مسؤول بارز داخل نادي الزمالك من الأسماء اللي أنا قلتها لكم هيقدم استقالته خلال الفترة اللي جاي. بالمناسبة في خلاف ما بين أشرف قاسم وعبد الحليم علي، وخلاف على الاختصاصات برضو، ويعني حسب معلوماتي أن عبد الحليم علي شايف ان اشرف قاسم بيتدخل في اختصاصاته، وده امر طبيعي لما تجيب اربع او خمس نجوم من كرة القدم بالحجم ده. فكرني الناس اللي متابعة من زمان كرة القدم ونادي الزمالك تحديدا، واللي متابعين كواليس نادي الزمالك، فكرني بفريق الاحلام بتاع نادي الزمالك. لما نادي الزمالك في سنة 96 كان عنده تخمة من النجوم الكبار في الفريق، وفي النهاية وكان يمكن متقدم في مسابقة الدوري ب 13 نقطة عن النادي الأهلي، وقدر النادي الأهلي ان هو يحصله وياخد بطولة الدوري بسبب التخمة الكبيرة اللي كانت من النجوم اللي كانت موجودة جوه نادي الزمالك. نفس الأمر بيحصل دلوقتي. فاروق جعفر اسمه نجم كبير، أيمن يونس اسمه نجم كبير، أشرف قاسم كذلك، عبد الحليم علي نفس الأمر. فبالتالي الأمور تايهة جوه نادي الزمالك، واللي بقوله لك ده مش كلامي، ده كلام من داخل الفريق وكلام من لاعبي فريق الكرة، إن أحيانا ما بيكونوش عارفين هل يكلموا أشرف قاسم، طب يكلموا عبد الحليم علي، طب يكلموا ايمن يونس، طب يكلموا فاروق جعفر. فدي الازمه، يعني الناس اللي بتتكلم على ان في ازمه ماليه داخل نادي الزمالك دي اهم من الازمه الماليه جوه نادي الزمالك. ده انت عشان تبقى انت في الصوره ما يحدث داخل نادي الزمالك دلوقتي. عشان كده حصل تضارب شويه، هتسمع تضارب في المفاوضات مع فرجاني ساسي. لا تعثرت، لا راح الدحيل القطري، لا ده ما راحش الدحيل القطري، لا ده هو وقع للموسم اللي جاي، لا ده سافر تونس، لا ده راح دبي. فهتلاقي ما فيش وضوح. ونحاول نجيب الاستاذ عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك علشان يعني احنا بنتناقش في كل الاخبار وكل الاراء. لكن زي ما قلت لك الفترة اللي فاتت كمان أثير، ودي من الأمور الغريبة جدا جدا جدا،
انت النهارده بتتكلم على نادي الزمالك مؤسسه كبيره جدا ومؤسسه من المفترض انها بتطبق الاحتراف والف به احتراف، ان انا ما اسمحش لاتنين من اهم اللعيبه اللي انا متعاقد معاهم واللي لا يزال على قوه نادي الزمالك ان هم يسافروا لدبي علشان يصوروا برنامج رامز جلال. تاني ألف به احتراف، ان انا ما اسمحش لاتنين لعيبه من اهم اللعيبه، حتى لو انا وهقول لكم اسماء اللاعبين دول طبعا، حتى لو انا في واحد منهم انا على خلاف في التجديد معاه اللي هو فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، وانا عندي ماتش بعد يومين، وفي الاخر البعض يجي يقول لك ده الاعلام هو السبب او الاعلام بيطلع مشاكل نادي الزمالك. طب هو انا اللي اديت مثلا جواز السفر لاشرف بن شرقي ولا الفرجاني ساسي؟ ده سؤال غريب جدا، ونحاول يا جماعه ضروري نجيب حد من المسؤولين في نادي الزمالك او الاستاذ عصام او الاستاذ عصام سالم، يمكن تواصلنا معاه وهيرجع. لا يعني هات لنا الاستاذ عصام سالم، احنا عندنا اخبار كفايه خاصه بمصطفى محمد هنقولها برضه يعني بالمناسبه هو بيحاول طبعا بيرجع للاداره علشان يوضح، وده شيء محترم من الاستاذ عصام سالم يعني. لكن زي ما بقول لك انت النهارده اشرف بن شرقي رجع التدريبات، طب يعني ايه اللي صفروا اساسا علشان يصور برنامج؟ يعني انا بتكلم في فرقه بتنافس على بطوله من المفترض، واهم لاعب فيها او واحد من اهم ثلاث او اربع لعيبه في الفرقه هو اشرف بن شرقي، ملهاش علاقه حتى لو الزمالك كسب الفتره اللي جايه. انت بتتكلم في سيستم، والسيستم دوت اول مره بصراحه نشوفه. نفس الامر بالنسبه لفرجاني ساسي اللي بيتبقى في عقده 6 شهور، ويعني اقترب بشده من الرحيل او شبه خلاص مش هيجدد في نادي الزمالك، حسب كلام بعض المسؤولين ان بيحاولوا محاولات اخيره. لكن انا بقول لك ان صعب جدا ان فرجاني ساسي يستمر في نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه، وعرض الدحيل القطري من الموسم اللي جاي، علشان الناس اللي طلعت قالت هو هيلعب في كاس العالم للانديه مع الدحيل القطري قدام النادي الاهلي. لا هو الاتفاق مبدئيا على الموسم اللي جاي، والمسؤولين في نادي الدحيل القطري اتفقوا معاه مبدئيا، لكن تلقى اللاعب عرض جديد من نادي الهلال السوداني. تاني فرجاني ساسي تلقى عرض جديد خلال الساعات اللي فاتت من نادي الهلال السوداني علشان يكون موجود. خلينا نشوف اذا كان فرجاني ساسي هيكون موجود الفتره اللي جايه ولا لا. قلت لك ان عندنا برضو اخبار خاصه بمصطفى محمد. مصطفى محمد تلقى عرض زي ما احنا كلنا عارفين من نادي سانت اتيان الفرنسي، واللي رفع العرض ل 3.5 مليون دولار، واشترط نادي الزمالك ان يكون العرض 5 مليون دولار، وتم اقناع اللاعب لغايه دلوقتي انه يعني ياجل فكره الاحتراف في يناير، وينتظر طبعا المشاركه مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2021 علشان يعني اذا كان ياخد قرار بالاحتراف ولا لا. خلينا نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل مع بعض. لسه مكملين معاكم ابراهيم سعيد كالعاده يعني عندك نوته وعنده نوته مشاغب كالعاده بره لا بجد بره الهواء وعلى الهواء، فعامل ازمه علشان
يعني طبعا عايزين تعرفوا ابراهيم سعيد عامل ازمه علشان ال نوت نوت النوت انت عندك كابتن محمود عنده ما عنديش. طيب خلاص اديني النوره يا كابتن. شكرا كابتن. نمسكتها كابتن محمود. ربنا يكرمك. طبعا برحب بالنجم الكبير الكابتن محمود ابو الذهب. كابتن محمود برحب بيك نجم طبعا البريمو ونجم الكره المصريه والنادي الاهلي. برحب بيك حبيبي يا سلام. وانا بسعد ان انا دايما بكون معاك ومع ابراهيم طبعا. حبيبي ابراهيم سعيد المشاغب طبعا والمتمرد دائما و احمد ربنا ابراهيم. انا الحمد لله على كل حاجه. ربنا النوته جات لك والقلم جالك زي الفل. واتس اب بس اول مره ينسوا القلم بجد والله وينسوا النوته. ماشي خلاص طبعا انت فاهمني. طيب قلت لكم ان انا يعني هقول لكم خبر مهم جدا عن النادي الاهلي وواحد من نجومه الصاعدين واللي بدا يظهر بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني واللي الكل طبعا بيتنبأ ليه بمستقبل كويس وربنا سبحانه وتعالى يبعد عنه الاصابات هو النجم الصاعد محمد شريف. محمد شريف بدا يدخل دائره اهتمامات نادي بيراميدز للانضمام اليه في الموسم طبعا اللي جاي. هو عقده لسه مستمر مع النادي الاهلي بيحق لي التوقيع في يناير مش دوت اللي جاي لكن كل شيء وارد. هنشوف هل النادي الاهلي ممكن يجدد له خلال الفتره اللي جايه. هل النادي الاهلي ممكن يمدد تعاقده واعتقد ان دوت ممكن يتم. لكن اللاعب دخل ضمن دائرة اهتمامات مسؤولي نادي بيراميدز وبمبلغ كبير ومبلغ مغري ممكن تم العرض عليه أو تم يعني زي ما تقول كده استطلاع رأيه عشان برضو الناس مش كل مرة هنقول خبر فيطلع عليه حد فيوم قايل لي كلمت مسؤول في النادي الأهلي فنفى الكلام ده. كلام مؤكد و اللاعب دخل دائرة اهتمامات نادي بيراميدز. خليني بقى اروح للكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود تفتكر محمد شريف ممكن يمشي من النادي الاهلي الفترة الجاية ولا صعب؟ لا انت قلت كلمة كويسة يا اسلام ان انت النهاردة كل شيء وارد في الكورة. النهاردة اللعيب انت بتبص اللعيب بيبص الوقت للاحتراف. على فكرة لعيبة مصر كلها الوقت بقت بتكلم السماسرة شوفوا العقد يبقى بيلعب ممكن يكون لسه ماضي عقد يقول له شوف العقد بره شوف العقد في مصر. ما عندوش مشكله. لكن بص كل شيء وارد في الكوره زي ما قلت لك في الاحتراف اللي احنا بنعيش عصر الاحتراف. النهارده اللعيب بيبص للماده وبيبص لتامين مستقبله فانت ما تقدرش تلوم اي حد لان دي كوره ودي اللي احنا اللي اتعلمناه واحنا محترفين ان انت بتامن مستقبلك. حاجه ثانيه انت بتبص للاحسن ليك. لكن انا اعتقد لو انت هتختار الفلوس هتروح بيراميدز او عاوز انجازات وعايز تعمل بطولات وعايز جماهيريا هتلعب في النادي الاهلي. لكن اللعيب في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار وهو اللي بيحدد مسؤولياته اذا كان هيلعب في الاهلي صاحب الانجازات وصاحب الشعبيه الكبيره او هيروح بيراميدز او هيبص للمد. ابراهيم بيه بص طبعا بتفق مع كابتن محمود يعني ولا حسب عقليه اللاعب بس اعتقد ان هو النادي الاهلي هيقدر يلم الموضوع بشكل كبير جدا يعني في الاخر لسه هو يا دوبك خد بالك يعني بقاله اربع ماتشات يعني فلسه ما يعتبر ما عملش حاجه يعني لسه برده الاسبوع بس هو ظاهر من الموسم اللي فات. انا هتكلم على النادي الاهلي بس اسلام ان شاء الله بس يكون ظاهر بقاله سنتين. انا بتكلم على ظهوره مع النادي الاهلي لسه يا دوبك لسه بيثبت وجوده تقريبا بقاله اربع ماتشات او ثلاث مباريات اعتقد يعني تمام. فهو لسه يعني برده ما وصلش لمرحله النجوميه داخل النادي الاهلي بالشكل المبالغ فيه فاهم قصدي. فهو لسه قدامه يعني ممكن يوصل لسعر ممكن على فكره يمضي في النادي الاهلي بسعر اكتر من بيراميدز وارد على فكره لان هو دلوقتي بقى في الفتره الاخيره بقت الفرود الصريح ما بقاش موجود في النادي الاهلي او الفرود بشكل في العموم في الفتره الاخيره في النادي الاهلي قليل جدا. ليه ما جابوا والتر بواليا؟ انا بتكلم على الفتره الاخيره اصلا. ماشي انا بتكلم على الفتره الاخيره فاهم قصدي؟ يعني الفتره الاخيره النادي الاهلي عنده مشاكل هجوميه بشكل كبير جدا. ليه مروان محسن موجود؟ برضه؟ ما خلاص بقى ربنا يبارك له ومشاهد الاتحاد. طيب ماشي لعيبه انا بتكلم لا يعني ربنا يكرمه بقى بقول لك الاسماء بص هو ربنا يكرمه الفتره اللي جايه ان شاء الله يوفقه. يمكن ممكن ما يكونش موفق مع النادي الاهلي ممكن يوفق في اي نادي اخر يعني خد بالك الموضوع في النادي الاهلي صعب جدا. انت حسمت انه مشي؟ انت اللي قلت لي. انا لا انا ما قلتش انا بتكلم على مروان. انا لا انا بتكلم ماشي اهو بص بقى اعتقد بعد ظهور محمد شريف وبواليا موجود
اعتقد انه مش هيبقى ليه دور الفتره الجايه. انت مش عارف مين اللي قال لك انا ولا فاروق؟ يعني ما انت فاروق وانا بظهرش معاك. انت بتتلخبط بين فاروق عايز تتلخبط كمان زياد. عندهم عندهم بس يعني صلاح محسن الراجل يمكن مقتنع بيه بشكل. عنده احمد ياسر ريان الراجل كمان في ميزه في موسيماني يعني عامل تدوير. لا عامل تدوير وعامل حاجه ثانيه، هو نازل باعمار السن في النادي الاهلي، هتلاقي كل الاعمار السنيه في الفريق. هي تعليمات جايه. لا انزل يعني هو نازل بالاعمار بامان حتى لو بالاعمار مره واحده كابتن ده لا ما انت عندك خبره بقى. ما انت لما تعمل ميكس في عناصر خبره صح. زي وليد سليمان زي كهربا زي قفشه زي يعني زي سعد سمير في الدفاع، فهتلاقي في اعمار هم. بس الراجل ده يمكن هو عنده فرصه، يمكن عاوز يدي الناس كتير جدا فرصه في النادي اللي هم الصغيرين. حتى النهارده لو احنا بصينا الوتر ما بيلعبش في الوتر صريح، لكن يعني هو بيلعب من تحت على فكره في العرضيات كويس جدا في الخطر، بيجي من تحت قدام بيعملها بشكل كويس. صفقه كويسه، صفقه كويسه هتفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن لو انت عاوز محطه، انت عندك صلاح محسن او عندك احمد ياسر ريان، لو اما ممكن يكون الراجل مقتنع. خلي بالك احنا ممكن نتكلم ونقول صلاح مروان محسن مروان، ممكن الراجل مقتنع بيه ويقعده. هو موضوع صعب يعني موضوع صعب، بس برضو هتلاقي وجهات نظر يا هيم، هتلاقي وجهات نظر ان الراجل مقتنع بيه. على فكره كل المدربين لو انت تخيلت مع مروان محسن في الفترات اللي فاتت كل المديرين الفنيين مقتنعين بمروان، عشان ما كانش فيه غيره. حاليا لا، حاليا بقى الراجل مش عاوز الحته دي. كذا اختيار عندك، صلاح محسن عندك، واليا يقدر يلعبها، بس كل دول مش راس حربه صريحه. بص احنا بنتكلم على الفيرود، يعني الجزء اللي هو الهجومي، فاهم قصدي؟ اللي هو ان انت حد ممكن تقدر تعمل عليه خطه كويسه، فاهم قصدي؟ زي ما انت اتكلمت ان ما بقاش فيه فيرود صريح، ممكن تلعب بثلاثه هجوم، فاهم قصدي؟ مع حد يجي الخطوره من تحت، يعني واخد بالك، مع تغيير المراكز. فده بس هنا ما يفقدش العرضيات، يعني لما يكون راس حربه صريح زي مصطفى محمد مثلا في الزمالك تحتاجها في مباريات معينه، مش كل المباريات. ما يفقدش النادي الاهلي العرضيات. بس عايز اقول لك حاجه، هي دي اللي بتميز النادي الاهلي على مر العصور، ان انت العرضيات، ان انت لو عندك عرضيات لازم يكون حد في السكس يرضى بيستغلها، زي عماد متعب، زي احمد بلال، زي حسام حسن. انا ده هيوديني لجزئيه، ان يعني من بعد رحيل احمد فتحي اللي تالق مع بيراميدز في مباراه الاتحاد الليبي اللي انتهت 3-2، هو اللي صانع الجولين من الثلاثه بالعرضيات. سبحان الله، احمد فتحي كان بيعمل العرضيات دي في الاهلي. لا ليه احمد فتحي كان بيعمل ده؟ لا مش بالشكل ده برضه. لا يعني انا دلوقتي بشوف ان الناحيه اليمين النادي الاهلي بيفتقد خطورتها اللي هي في العرضيات من ساعه ما احمد فتحي ما بقاش موجود، بعكس طبعا الجبهه اليسرى اللي علي معلول طبعا مميز جدا فيها. فهل النادي الاهلي بدا يغير في سياسة طريقة اللعب، في التكتيك بتاعه، مع فكر اللي هو بيخفض أعمار اللاعبين؟ هل ده الفكر اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي؟ بص هو طبعا الاختيارات بقت متاحة دلوقتي، يعني دلوقتي موسيماني عنده أكتر من كذا حلول، عنده حلول فردية وعنده حلول، فاهم قصدي؟ بقى عنده أكتر من كذا مركز فيه أكتر من كذا لاعب، فخلاص بقت بالنسبة له مفيش أزمة. كانت الاول من الفترات اللي فات كان في ازمات، مثلا لو احمد فتحي غاب مش هتلاقي حد مكانه، دلوقتي لو عنصر غاب بتلاقي في لعيب مكانه. فانت دلوقتي بقى عندك حلول مع اي مدرب تقدر ان انت تستغلها، وزي ما انت اتكلمت ان هو بيعمل توليفه ما بين اللعيبه ما بين بعض بالاعمار بتاعته، دي حاجه كويسه. بس برضو خد بالك هتيجي لك في اوقات ان انت محتاج خبرات جوه الملعب، دي بقى خبرات المدرب، واعتقد ان برضو مجلس الاداره عنده درايه في الموضوع ده، لانك انت داخل برضه في الفتره اللي جايه. يعني هو مجلس الاداره مالوش علاقه بالكره، هو لجنه التخطيط خطيب رئيس النادي. هو برضه يعني خد بالك مجلس الاداره كابتن محمود برضه بيبقى متابع الامور، فاهم؟ ايوه ما هو يعني الخطيب هو المشرف على الفريق، بيبقى متابع الامور. انت بتتكلم في الخطيب يعني، بس الامور بشكل كده. فالنادي الاهلي دلوقتي بقى عنده ظروف افضل من الموسم اللي فات، بقى عنده اكتر من كذا لاعب يقدر يبقى متواجد حتى لو في غيابات. بس طيب انا سؤال للكابتن محمود، يعني الخطيب كسب الرهان، كسب كل الناس اللي كانت يعني قدر ان هو ينتصر على كل منتقديه وكل معارضيه بالحصول على الثلاث بطولات، بان هو اصر وهو اللي جاب موسيماني، ودلوقتي داخل في سياسه جديده بان هو بيخفض اعمار اللعيبه. اصبح الخطيب دلوقتي لو نزل الانتخابات وهو هينزل انتخابات النادي الاهلي بلا منافس. لا خليني اقول لك، هو لما بتكلم على فرقه الكوره يا اسلام، انت بتتكلم على فرقه الكوره لان انت عانيت فتره من الفترات ان انت كان بيبقى فيها نقص، او في زي ما كان ابراهيم بيتكلم بيقول لك ان انت لما لو احمد فتحي غاب ما بتلاقيش حد. اعتقد ان هو الكابتن الخطيب او لجنه التخطيط في النادي دعمت الفرقه بشكل كبير جدا، او مع المدير الفني، او المدير الفني بيبقى ليه راي كبير جدا في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لازم يقعد معاه مع لجنه التخطيط بيشوفوا احتياجاته ايه
في بدايه الموسم. لكن خليني اقول لك بعيد عن النادي الاهلي وفرقه الكوره والكابتن خطيب، كابتن خطيب لو دخل انتخابات هينجح يعني، لانه رمز من رموز النادي الاهلي ومحبوب، واعتقد ان هو بيعمل لصالح النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، ان هو عايز يبقى عنده فريق قوي يقدر ينافس على البطولات. اكيد هو راهن وكسب الرهان انه فاز بالثلاث بطولات، لانه اشتغل بشكل كبير جدا وبشكل كويس وبشكل احترافي مع المدير. حتى لما مشي فايلر ما حسناش بفرق كبير جدا، حتى في الماتشين اللي جوه فايلر جه لعبه مع ابراهيم، انه لعب مع الوداد المغربي قدر يكسب، ويكسب بشكل كويس جدا في المغرب، ولما كسب هنا وخد بطوله افريقيا. بصرف النظر الاداء او مش الاداء، لكن الراجل كان عنده نواقص كتير جدا، عنده نقص في الدفاع، عنده نقص في نص الملعب، عنده لما جت له اصابه اللي هو الاصابات اللي جت في كورونا، لكن قدر الراجل. يعني في ناس تيجي تقول لك مش موسيماني اللي خد البطوله، ده شغل فايرال. طب لو موسيماني خسر البطوله هنقول الفايرال اللي خسرنا؟ لا، هتنقد برضه موسيماني ومجلس اداره. لا، موسيماني مع مجلس اداره، مع لجنه التخطيط، مع المنظومه الكامله، قدروا يبعدوا بالفرقه النادي الاهلي عن المشاكل، او ياخدوهم بحته بعيده جدا ان انت تركز ان انت تاخد البطوله. فقدر ان هو بطوله الدوري كده كده انت كنت حاسمها من فتره، لكن قدرت ان انت تاخد بطوله افريقيا وتاخد بطوله الكاس. يعني امبارح في الساعات اللي فاتت اتردد خبر ان المهندس محمود طاهر بيدرس ان هو يدخل انتخابات على منصب رئيس اتحاد الكوره، وطاهر ابو زيد برضو بيفكر يدخل انتخابات اتحاد الكوره. ده الخبر اللي اتقال، لسه هنشوف مدى صحته الفتره اللي جايه. هل ده لان الخطيب سيطر طبعا شعبيته الكبيره داخل النادي الاهلي، لكن بعد بطولة افريقيا والحصول على الثلاث بطولات اصبح محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي خلال الاربع سنين اللي جاية، حتى طبعا الانتخابات هتكون في 2021، فاصبح ان خلاص الكل بقى عنده قناعة ان لا هيقدر يقف قدام شعبية الخطيب ولا هيقدر يقف بعد الحصول على الثلاث بطولات؟ هو اللي هيخش مجرد شو، اللي هينافس مع كابتن الخطيب هيخش مجرد شو بس، مش اكتر يعني. مجرد شو بس، مش اكتر، مجرد ان هو انا كنت متواجد في انتخابات النادي الاهلي بس، مش اكتر. اما كنجاح كابتن محمود الخطيب طبعا هو رئيس النادي الفتره الجايه اكيد، يعني بعد النتائج اللي اتحققت. بص يا اسلام، نجاح اي مجلس اداره في انتخابات او غير انتخابات هي فريق الكوره، خصوصا البطولات، خصوصا البطولات مثلا زي الدوري، بطوله افريقيا. يمكن سيبك بقى من بطوله الدوري وبطوله الكاس، هي الاهم هي بطوله افريقيا. يعني من اسباب سقوط كابتن محمود استاذ محمود طاهر في الانتخابات كانت هي الهزيمه في بطوله افريقيا. هي دي الاهم لجماهير النادي الاهلي. فاي حد هيخش في الفتره اللي جايه في الانتخابات هي مجرد بس تحصيل حاصل، مش اكتر يعني. طيب بعد يعني هنشوف طبعا كواليس مع ابراهيم سعيد الاول، نشوف الكواليس جاهزه يا جماعه ولا لا. طيب شوف الكواليس دي. انا كل ما بسمع اسم هند الاسماعيلي في الفتره الاخيره يعني طبعا اكيد انا واحد من الناس مشرف انها في يوم لعبت نادي الاسماعيلي، بس اول ما بشوف حال نادي الاسماعيلي في اخر فتره بصراحه يعني حاجه محزنه. ومش ده نادي الاسماعيلي، يعني نادي الاسماعيلي كان من الانديه المنافسه للاهلي والزمالك، ودايما في من اول ثلاث فرق في جدول الدوري. دلوقتي ما بقاش موجود خالص، يعني نادي الاسماعيلي بقى يعني من كتر الهزايم بصراحة يعني الواحد زعلان على الحالة اللي وصل لها. طبعا ده عدم تخطيط، وبصراحة يعني انا مش عارف مجلس الادارة ايه اسباب تمسك مجلس الادارة بتواجده في الفترة الاخيرة، رغم سوء النتائج وتغيير مدربين وعدم تواجد لعيبة على مستوى نادي الاسماعيلي. حاجة تحزن، واكيد طبعا انا يعني واحد من ضمن الناس اللي لعبوا نادي الاسماعيلي، فحاسس بالحزن اللي موجود في مع جماهير نادي الاسماعيلي، ان مش ده نادي الاسماعيلي خالص. نادي الاسماعيلي على مدار تاريخه منافس للبطولات وبيطلع لعيبه على اعلى مستوى، معظم اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دون المستوى لا يصلحوا النادي الاسماعيلي، ومع احترامي لمجلس الاداره بالكامل لا يصلح برضه لاداره نادي الاسماعيلي. حقيقي موقف يحزن، وحاجه فعلا ده سوء اداره، مفيش تخطيط، تواجد لعيبه دون المستوى، تواجد مدربين دون المستوى، كل الامكانيات الموجوده في نادي الاسماعيلي دون المستوى من اول الاداره لحد اللعيبه.
بتمنى النادي الاسماعيلي يرجع تاني. النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره والانديه اللي ليها شعبيه كبيره جدا وطلعت نجوم واسماء كبيره جدا لمصر. بتمنى الامور ترجع ولازم يبقى في خطوه ايجابيه للفتره الجايه للنادي الاسماعيلي اللي بيعود لامجاده تاني، لانه ليه جماهيريه كبيره جدا، وانا بتشرف ان في ملايين كنت متواجد في النادي الاسماعيلي. لسه مكملين معاكم مع النجمين محمود ابو الدهب وابراهيم سعيد. طيب كابتن ابراهيم، ما هنتكلم كابتن ابراهيم، يعني في الساعات اللي فاتت يوسف اوباما شفت له تصريح كده غريب يعني هو قال ان شرف لاي حد. احنا هنا كنا قلنا خبر ان يعني في 23/12 بالظبط ان يوسف اوباما في مفاوضات مع النادي الاهلي، والناس طلعت قالت لا وانتوا بتضربوا اخبار كالعاده يعني مش فارقه يعني. المهم اوباما طلع امبارح قال ان كان في مفاوضات وان شرف ليا وشرف لاي لاعب في العالم ان يلعب في الاهلي. طبعا الدنيا اتقلبت وعمل فيديو جديد بيعتذر فيه وبيأكد على انتمائه ولائه لنادي الزمالك. بص يا اسلام، خلينا نتكلم ان يوسف اوباما من اللعيبه كويسه تمام، وهو غير موفق في التصريح بتاعه طبعا. وانا بصراحه من التصريح بتاعه انا ما فهمتش حاجه، عشان بس ايه يعني عارف ليه هو اكد ان في مفاوضات. لا ما هو زي ما اتقال ايه، كان هو بيتكلم مع احد يعني اللي بيعملوا معاه اللقاءات، اتكلم معاه بعد كده قام لقى نفسه ان هو داخل في حته مع مصلح ما علينا، ما بحبش اذكر اسماء تمام. فاتكلم معاه لقى الموضوع ان داخل ان هو وقع في التصريح بتاعه قام راجع تاني، فده مش صح. ومع احترامي خد بالك برضه يا اسلام، يعني في بعض اللعيبه ما عندهمش ثقافه ان يقدر يتكلم ويعمل حوار، فطالما ان انت ما عندكش الموهبه ان انت تقدر تتكلم او ان انت تقدر تعبر عن حريتك الشخصيه او عن رايك او كتصريح صحفي، لان ناس كثيره جدا بتتابع اللقاءات الصحفيه، فانا شايف ان هو غير موفق، واعتقد ان خسر جزء كبير جدا من جمهور نادي الزمالك، لان هو يعتبر من ابناء نادي الزمالك. بص انا ضد موضوع ابناء نادي الزمالك او ابناء نادي الاهلي، لان في الكوره دلوقتي بقت فيها احترافيه اكتر والامور اتفتحت اكتر. كانت اللعيبه الاول ممكن تخاف من الجماهير نتيجه ان متواجدين في الاستاد او في التدريبات، دلوقتي ما بقاش في تواجد تدريب جماهير في التدريب ولا تواجد في الاستاد، فعشان كده خلاص بقت اللعيبه بالنسبه لها ما بقتش تخاف ولا يعني عارف بتعمل حساب للجماهير من الاخر بسبب عدم تواجد الجماهير. فدلوقتي بقت الامور توقع الجماهير موجوده على السوشيال، ما في الاول والاخر هتحصل ايه، السوشيال ميديا هيبقى غضب واخد بالك وبعض ال تفرق طبعا في الملعب غير السوشيال ميديا. خلي بالك في لعيبه يعني انا اسف ان انا لا لا, لا 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 في لعيبه بتلعب يعني بتلعب في الاستاد بتلعب تحت ضغط، وفي ناس ما بتعرفش تلعب تحت ضغط. يعني زي ما بنقول في لعيبه بتوفق في الانديه الثانيه، لو احنا شفنا مثال احمد الشيخ بيوفق كان في المقصه كان مكسر الدنيا وهداف الدوري، لما جه النادي الاهلي مش هو مستوى احمد الشيخ اللي احنا كنا في لعيب بيلعب براحته وبيلعب باريحيه بشكل كبير جدا، لكن لما بيتحط تحت ضغط الجماهير انسى. يعني انسى ان هو بقى موجود، ممكن يفقدوا عدم التركيز، لكن على السوشيال ميديا هو بيقرا وخلاص. لكن انت لما بتلعب في الاستاد والاستاد فاضي اكنك بتلعب في تقسيم، انا ما عنديش حجه ان انا ادي بشكل كويس جدا، ان انت ما عندكش ضغط ما عندكش جماهير في ظهرك، ان هي ممكن ما في جماهير بتزوم فاللعيب بيقلق، في لعيب بيقلق وفي لعيب بيخاف. لكن في لعيبه زي ما انا بقول لك يمكن امثله كتير جدا زي ابراهيم او زي رضا ابو علي او الناس دي كان بتنزل ولا بتحط الجماهير في دماغها. انا حاطط في دماغي ان الجماهير دي هي سند ليا، هي اللي هتشجعني حتى لو انا واقع زي جماهير النادي الاهلي. ان انت عمري ما تشوف النادي الاهلي بيهج على لعيبته او بيزوم على لعيبته، على طول بيحمسك وبيشجعك لاخر دقيقه عشان انت بتكسب. لكن الضغط الجماهيري مطلوب على اللعيب ان انت تتحمل مسؤوليتك تجاه ناديك وتجاه الفرقه، فبتلعيبه بتكسب. حتى يمكن انت لعيبه النادي الاهلي واحنا داخلين بالاتوبيس انت اول حاجه بتعملها كنت بتبص على المدرجات مليانه او الجماهير قليله، كنا على فكره بنحسبها في المدرج كابتن لو في جماهير ما كانش قال التصريح ده، ده كان صدقني والله بجد هو محظوظ ان مفيش تواجد جماهير في التدريبات.
او في الاستاد صدقني كان الموضوع هيبقى مختلف تماما خالص. هو تلقائيته واخد بالك تحس انه فعلا زي ما انت اتكلمت ان في مفاوضات فعلا، فهو عارف زي ما بيقول لك ايه يطلع اللي في بطنه وده مش صح. انت كمان انت خد بالك الكلام ده لو مثلا الاداره مثلا متعامله معاك، الجمهور متعامل مثلا عليك سخط مثلا اعلامي او سخط جماهيري، ماشي ليك حق ان انت تتكلم وترحب باي عرض. اما انت الناس بتحبك ومعتبرك ان انت ابن النادي وبيقدروك وضغطين على الاداره ان هم يجددوا لك. وانا واحد من الناس كنت على فكره فاكر كنا بنتكلم في الموضوع ده ساعه لما كان عنده مشكله، قلت لك ان يوسف بابا عنده مشكله بيفكر في التجديد وبيفكر في العلو بتاع السعر بتاعه فهو برده هنعذره برده ان هو لسه صغير، يعني لسه ما خدش الخبرات الكفايه ان يقدر يتكلم او يقدر يخاطب الجماهير او يخاطب الناس اللي بتتابع كوره. عشان كده انا اتكلمت وقلت ان هو غير موفق في تصريحاته، واعتقد ان هو خسر فئه كبيره جدا من جمهور نادي الزمالك. الحاجه الوحيده اللي يقدر يصلح الموضوع ده مش ساك من الامضه وساك من التوقيع، الموضوع مش كده، اداؤه جوه الملعب. طيب انا معايا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. استاذ عصام برحب بيك. مساء الخير يا استاذ اسلام واهلا بكل ضيوفك الكرام. الكابتن ابراهيم سعيد والكابتن محمود ابو الده. طبعا نجمين كبيرين بنعتز بهم الاثنين الحقيقه والله. الله يخليك. استاذ عصام طبعا يعني سريعا وانت عندك طبعا الاخبار المؤكده، مصطفى محمد قاعد في نادي الزمالك ولا لا؟ الاداره من شويه انا حبيت اتواصل معاه عشان اعرف بس البتاع ده، فقالوا ممنوع الكلام في هذا الموضوع في هذه المرحله. طيب هو يعني في تصريحات لمصطفى محمد فعلى في الجول قال تحديدا فيها، هو كان طبعا يعني طلع في يعني تصريحات اعلاميه، اقول لجماهير الزمالك بانني 24 سنه والفرصه قد لا تاتي مجددا، يقولون بعد الأولمبيات أساسا قد تؤجل أو قد لا أكون موفقا فيها، بعد الأولمبيات سيكون الموسم لم ينتهي بعد في مصر، فهل سأرحل في ظل منافسة الفريق على اللقب كما نتمنى أن نكون في وقتها؟ يعني ده كلام مصطفى محمد. أنا بعد التصريحات دي أنا رجعت الإدارة قالوا لا تعليق على هذا الكلام باختصار شديد. طيب خليني أتكلم على فرجاني ساسي، خلاص كده يعني هو انتهت علاقته بعد ست شهور مع نادي الزمالك. ما يا أستاذ إسلام أنا عايز أقول حاجة صغيرة، أنت عارف الزمالك بقى يعني هو حديث الصباح والمساء وكأن مفيش نادي في مصر غير الزمالك. لا هو مفيش نادي فعلا في التجديدات والتمديد للاعبين والتمديد لنجوم غير نادي الزمالك في الفترة الحالية. ما هو اللي لا احنا عارفين ان النادي مستهدف بكتر الكلام عن العروض، وكأن بقول لك مفيش لعيبة متميزة الا في الزمالك. هو الزمالك يعني ليس مستهدف يا استاذ عصام، بس الزمالك نادي كبير واسم كبير. لا والاهلي والله نادي كبير كمان ماشي، ما هو النادي الاهلي بس ما فيهوش المشاكل، يعني ما فيهوش مثلا لاعب زي فرجاني ساسي ما حدش عارف هو جدد ولا لا. لا في لعيبه برضه لا تستحق ان تقدم لها عروض. يعني خليني حضرتك طبعا متحدث رسمي خاص بنادي الزمالك، فخليني اتكلم في جزئيه نادي الزمالك. لا لا خالص، لان احنا شايفين ان في شغل ممنهج في على لعيبه الزمالك بالتحديد، في رغبه في عدم الاستقرار. طب ثواني بس، عروض تصريحاتك غير موفقه. انا في عز الموسم يعني ده مساله كده، يعني انت عارف كل شويه عرض اللاعب يعني ايه. طب هو احنا اللي بنجيب العروض يا استاذ عصام؟ لا لا ما انا بقول لك احنا معترضين على الوضع الجو العام اللي اللعيبه عايشه فيه، يعني المساله تحس ان في لا في شيء ما في الموضوع مش طبيعي. تعرف اذا تخلص اربع لعيبه تجدد لهم تلاقي في اربعه ثانيين لهم عروض، هو في ايه؟ ده احنا بنص الدوري. طيب ما هو بينافس على الدوري. يعني انت حضرتك بتتابع يعني. طب اتفضل سالم. على فكره ده شيء طبيعي، على فكره هي دي الكوره. على فكره لا الكرة مش في نادي واحد يا كابتن ابراهيم. لا عادي على فكرة، ده شيء طبيعي في الكورة حضرتك، انت لازم تتعود على كده. مش نادي واحد اللي التركيز عليه بالشكل ده يعني. عادي على فكرة نادي الزمالك عنده امكانيات لعيبة كويسة. خلينا يعني والله ولا لعيبة كويسة كمان قوي بصراحة، واخدين دوري وكاس وافريقيا. طيب عادي والله خالص. استاذ عصام خلينا نتكلم في ان الزمالك يعني ايه، بلاش سكة ان الزمالك مضطهد، لان الزمالك نادي كبير طبعا وحضرتك والله والاهلي نادي كبير برضه. طب انا معلش يا استاذ سالم معلش ما تزعلش مني، خلينا بعيدا عن خلينا بعيد عن الاهلي، احنا بنتكلم في اخبار فيما يخص
نادي الزمالك اللي خصنا النهارده طلع بيان من الاداره اللي بتدير النادي حاليا ان مفيش اي كلام في عروض جايه للعيب، خلاص الموضوع اتقفل. طيب فرجاني ساسي خلاص؟ لا والله لا تعليق، التعليمات ان ما نتكلمش فيه لمده 72 ساعه عشان المفاوضات تمشي زي ما هي. طيب يعني برضو كيف الاداره يعني اداره نادي الزمالك اداره محترفه جدا وناس محترمين جدا، لكن كيف يتم السماح لفرجاني ساسي والاشرف بن شرقي بالسفر في وسط الموسم وفي مباريات مهمه استاذ عصام؟ والله يسال الناس اللي وافقوا، ما فيش مشكله، ما عنديش انا ده. سلام عليك، داخل عامل مداخله ليه معلش؟ لا والله انا كنت بعتذر عن المداخله دي اللي عندك والله اكثر. انا فعلا تعالك عامل مداخله ليه؟ طيب استاذ عصام، هو انت طبعا مشرفنا حبيبي، بس احنا عايزينك ايه، يبقى صدرك رحب، انت راجل متحدث رسمي. لا معلش يعني احنا صحفيين. اقفل تليفونك، اقفل تليفونك. يعني استاذ عصام احنا صحفيين زي بعض، وانت حضرتك طبعا استاذنا في الصحافه طبعا، وراجل ليك طبعا ثقل كبير، وتعلم تماما ان الصحفي دايما بيدور على الاخبار، وحضرتك موجود في موقع المسؤوليه كمتحدث رسمي. طيب النادي برضه ما يا فندم، حضرتك متحدث رسمي تمام، فالمتحدث الرسمي لازم يطلع. المتحدث الرسمي ان ممنوع الكلام في الموضوع ده لمده 72 ساعه. طيب ده بالنسبه لفرجاني، يعني ايه المشكله؟ طيب ماشي حلو. طيب ويبقى ممنوع نتكلم في فرجاني وممنوع نتكلم في مصطفى محمد، ينفع ينفع نتكلم في اوباما ولا لا؟ لا طبعا، ما اوباما خلاص جدد الامور، ما فيش. لا في تصريحاته الاخيره ان قال ان شرف لاي لاعب في العالم ان يلعب في النادي الاهلي، وطلع بعدها وقال لك ان انا مستعد استمر في البتاع ده حتى الموت في الزمالك، ده اللي حصل. طيب الخلافات اللي موجوده داخل لجنه الكره، هل ديت هتسفر عن ان حد يقدم استقالته خلال الفتره اللي جايه ولا الناس موجوده؟ لا ما سمعتش عن المخالفات دي خالص. لا ما سمعتش عنها. طيب الفرقه بتستعد، نسال الاسئله ازاي؟ ان الفرقه بتستعد لطلائع الجيش ان شاء الله الماتش اللي جاي، واشرف بن شرقي بقى النهارده اشرف بن شرقي انضم للفريق وبيتدرب، واتدرب تدريب كامل، مستعد لمباراه السبت مع طلائع الجيش، وطلائع الجيش برضه انت عارف ان كان خرج الزمالك قبل كده من الكاس، نصف نهائي الكاس، يعني مباراه جدا مهمه، وجاي بعد فوزين متتاليين مع سموحه وانبي، والفريق عنده 10 نقط، منافس قوي جدا على بطوله الدوري، بيعتبرها محطه فعلا من المحطات المهمه. بعد كده ثلاث اربع ايام فقط، الثلاثة يبقى ماتش المصري اللي اتقدم من الجمعه ليوم الثلاث، اللي الفريق فعلا محتاج للاستقرار والتركيز الكامل، لان فعلا بينافس بقوه. يعني كلنا يعني تعرف بعيد عن كل الاجواء اللي احنا عمالين نتكلم فيها. ايوه احنا بنتابع اخبار والله يا استاذ عصام. معلش ما في برضه في المفاوضات يا استاذ اسلام، برضه في لحظه كده يجب انك ما تبقاش كله على الاعلام، يعني واحد بيتفاوض مع لعيب لما توصل لنتيجه المفاوضات بنعلن، لكن في الاخر المفاوضات الوكلاء نفسهم بيستغلوا الكلام ده. يعني حضرتك طبعا برضو هكرر، استاذنا في الصحافه وتعلم ان المتابعه الخبريه مهمه جدا، ان احنا مسؤوليتنا برضو الطرف اللي هو المعني ان يقول لك انا في اللحظه دي من مصلحتي ان انا ما اتكلمتش في الموضوع، خلاص لازم نحترم دي، ايه المشكله فيها؟ احنا لا احنا بنحترم دوت يعني بدليل ان انا سالتك على الاستعدادات، يعني بحترم طبعا. خلينا في الاستعدادات، ما هو حلو الكلام في الاستعدادات بس كده، ما نتكلمش في حاجه ثانيه. كويس. طيب زيزو عارف، لا زيزو ولا شوف يا استاذ، انت عارف الوكلاء بيستغلوا اي كلام بيطلع في الاعلام في المفاوضات، بيتعكس على المفاوضات، فمن حق النادي ده مساله مش ممكن تبقى المفاوضات كلها على الهواء والارقام على الهواء، وصلنا فين؟ هو يعني قدر نادي الزمالك دايما بيبقى على الهواء استاذ عصام، مش من دلوقتي يعني. طيب كويس بلاش المره دي. طيب زيزو كان في كلام على العين الاماراتي. لا الوصل، لا الوصل. الوصل الاماراتي. طيب خلاص هيتم الموافقه على احترافه ولا لا؟ خالص اطلاقا، النهارده طلع بيان رسمي من اداره النادي، هنقفل المفاوضات مع اي عن اي لاعب، كل اللعيبه هتركز. ما عادش في غير عندنا بطوله الدوري لازم نشتغل عليها ونركز فيها اقصى درجات التركيز. لان انت عارف برضه المشكله ان كل العروض دي ده اللي بنتكلم عليه. بتعمل شوشره، بتعمل عدم استقرار، بتعمل انت عارف زعزعه في الفرق. ان في الاخر طب انا جددت ورفضت اللعيبه، طب اوافق الباقيين ليه؟ المساله مش قضيه عروض، خلاص انت في قلب مسابقه وقلب موسم. خلاص يبقى لازم بالتركيز والاستقرار الكامل عشان الفريق يكمل. لكن انا حاسس ان دي اللي مخلينا نتعصب ليه.
تحس ان عشان الفرقه ماشيه تحس في جو غريب جدا بيتخلق كل يوم. يعني مش عارف ليه برضه عروض ده بيراميدز فيها لعيبه على اعلى مستوى، الاهلي واخد دوري وكاس افريقيا، يعني برضه اللعيبه على اعلى مستوى. مش معنى هنا بس العروض بتتاخد. استاذ عصام انا اسف، انا قاعد بس يا استاذ عصام. طيب كابتن محمود ابو الدهم معاك يا استاذ عصام. يعني الوقت دلوقتي استاذ اسلام بيدور، قال لك انا بدور على الخبر، يعني الخبر هو الراجل بيقول لك ما اتكلم على النادي الاهلي ولا ان محمد شريف بيراميدز بيفاوضه او بيتكلم على ما في ناس بتمشي من النادي الاهلي وبيتكلم، لو في حاجه كويسه هتتكلم. لكن انا خليني اقول لك عصام، من 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 متابعه النادي الزمالك، نادي الزمالك الفتره دي دور على بديل لمصطفى محمد وساسي. احنا في شفنا في الماتشين اللي في الدوري الاخر ما حسيناش بغيابهم، كان اللعيبه اللي ادت ولعبت ورؤى وامام عاشور ادوا بشكل كبير جدا وكانوا متالقين. نادي الزمالك نادي كبير مش هيقف على لعيب اسلام قصده. لا بس ما نتكلمش يا كابتن، انت ما بتهدش، انت بتطمن يا استاذ اسلام، انت بتطمن جماهير نادي الزمالك على اللعيبه، اللعيبه دي موجوده. انا بنتكلم على تصريحات اوباما، اوباما لازم يراعي جماهير، الجماهير دي اللي باقيه في الاول اخلى، لان الاشخاص هيمشوا سواء من مجلس اداره او المدير الفني، لكن الشيء الوحيد اللي باقي هو الجماهير، هو الكيان نفسه. حقه تطمن على اللعيبه. اكيد مختلفناش استاذ عصام سالم. انا طبعا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك انا بشكرك، خليه للاخر وخلينا خليه معانا يا جماعه، يعني ما تقفلوش، ودايما نتفق انا وانت استاذ عصام، يعني ايه هنبقى تقول لنا نسالك في ايه او ما نسالكش في ايه، تليفونك يعني ما عنديش مشكله خالص استاذ عصام في تليفونك بعد ما تقفل. طبعا كاتب صعب. لا والله انا من الاول قلت ما فيش رغبه في المداخله. لا لا انت في تليفونك والله اسمع اللي بقولك عليه، يعني انت راجل طبعا عندك خبرات كبيره ولازم يبقى صدرك رحب، لان انت في مسؤوليه كبيره جدا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، وانا عارف ان بيبقى عليك ضغوط وتعليمات من مجلس الاداره، ده انا بقدرها بشكل كبير، بس في النهايه بحترم ان انت حضرتك لازم احترم الرغبه دي. طلعت وبشكرك طبعا على وجودك. والمتحدث الرسمي يمكن برضه النادي الاهلي عنده متحدث رسمي هو الاستاذ شريف فؤاد، ما بتشوفوش يعني متحدث رسمي؟ خليني اقول لك على حاجه، يعني نظريه المؤامره موجوده طول الوقت ليه في نادي الزمالك يا اسلام. انت النهارده نظريه المؤامره، انت بتتكلم عن الزمالك ان انت في مؤامره على نادي الزمالك ان هو ماشي كويس. انا فهمت كلام الاستاذ عصام كويس جدا، ان انت عشان الزمالك ماشي كويس يبقى احنا لازم نتكلم على الزمالك او نوقع في الزمالك. محدش بيوقع في الزمالك، انت بتتكلم بتطمن جماهير نادي الزمالك على اللعيبه اللي موجوده. النهارده ساسي لعيب مهم، اوباما لعيب مهم، اللعيبه دي كلها لعيبه مهمه، فبالتالي انت بتطمن جماهير نادي الزمالك. الحاجه الثانيه، لا يا سيدي، الحاجه الثانيه استاذ عصام سالم هو متحدث رسمي، ممكن يقول بحاجه بسيطه جدا ان انا ما عنديش تعليمات ان انا اطلع اصرح بشيء، ما عنديش تعليمات خاصه بس هو انا احترم رايه. طبعا بنحترم رايه، بس هي الفكره طبعا بنحترم كمان وجوده متحدث رسمي طلع معانا. انا بقول لك يعني في النادي الاهلي برضه الناحيه سواء دخل كله، لا دخلت ليه؟ ده هو راجل محترم جدا. لا ما احترمش فيه والله على فكره، زي ما الناحيه الثانيه برضه يعني شريف، انا نفسي يا جماعه اشوف الاستاذ شريف فؤاد، راجل محترم جدا على فكره جدا، هو متحدث رسمي يا جماعه. المتحدث الرسمي يا يطلع، يعني طالما هيتعين متحدث رسمي وتم الاعلان عن ان في متحدث رسمي لازم يبقى موجود يقول اللي يقوله، زي ما استاذ عصام قال او الكلام ده كله بنحترم لكن يبقى متحدث رسمي موجود وما بيطلعش، دي جديده بالنسبه لي على فكره. ده حاجه كويسه على فكره، ان انت امتى تصرح وامتى تطلع تصريح ليك، لان خد بالك الحاجات دي ليه متابعه، خصوصا كمان الاهلي والزمالك بيبقى فيه متابعه كبيره جدا يعني، فالتصريحات دي بتبقى ليها وقت معين. وانا عارف طبعا ان استاذ عصام في الفتره الاخيره الاقاويل كثيره جدا على لعيب نادي الزمالك، فهو ممكن يكون الضغوطات عليه بشكل كبير جدا، فده شيء طبيعي عشان كده هو بيظهر كتير. خروج المقاولين النهارده من النجم الساحلي كان متوقع كابتن محمود؟ يعني انا كنت شايفه متوقع نظرا لسوء النتائج اللي كانت موجوده في الدوري ومن بدايه الموسم. الحاجه الثانيه ان انت كان عندك غيابات في الجهاز الفني، كان عماد النحاس او كان غايب المدير الفني بسبب كورونا، يعني ربنا يشفيه. متوقع لسوء النتائج، احنا قعدنا نقول ان احنا ربنا وفقه، ما احنا كنا بنامل ان هو طبعا ان هو يتاهل، لكن فرقه النجم الساحلي فرقه كبيره وفرقه على ارضها صعب جدا انت تكسبها، فاكيد احنا كان متوقع. حتى في يمكن شفنا في المباراه الاولى يعني المقاولين ما اداش بشكل كويس او بشكل اللي هو يليق بنادي المقاولين العرب ان هو عايز يكسب، فلما راح هناك اكيد المباراه صعبت بشكل كبير جدا، خصوصا انت بتلعب النجم بالطريقه او بالاسلوب اللي هو بتاع شمال افريقيا.
كابتن ابراهيم. بس طبعا هو انا كنت انا يعني الاسبوع اللي فات كنت بتكلم عن نادي المقاولين ان هو ده شيء طبيعي ان هو مش هيكمل في البطوله، بس بصراحه مش عايز انسى ان اللعيبه النهارده عملت مباراه كويسه بصراحه حقيقي. يعني كانوا رجاله ولحد اخر لحظه كانوا ما عندهمش ياس، وكانوا ممكن كانوا ممكن يصعدوا، بس هي طبعا هي دي الكوره والامكانيات والظروف الفتره الاخيره نادي المقاولين. بس حقيقي النهارده انا يعني بجد اتفرجت على المباراه، عاملين مباراه هايله وكان عندهم روح عاليه جدا جوه الملعب رغم الغيابات ورغم ما فيش الجهاز الفني عنده بعض الظروف والمشاكل، بس النهارده اللعيبه كلها من اول حارس المرمى لحد اخر المباراه اللعيبه بصراحه النهارده عملت مباراه هايله. بكره الاتحاد والمصري مين يكسب؟ لا مباراه صعبه ومباراه فعلا تستحق ان احنا نتفرج عليها، لان مباراه قويه هتبقى. يعني انا عارف رغم الحساسيه اللي موجوده بين الكابتن حسام حسن وبورسعيد، انا بحب بورسعيد جدا لكن حسام حسن بيلعب على المكسب دايما، فهتبقى مباراه صعبه ومباراه قويه اكيد. يعني مين يكسب قول لي انت؟ يعني انا هقول لك يعني وانت كل واحد هيحدد لي. لا انا الاتحاد ولا المصري؟ لا انا شايف انا برضو عشان انت فاهم ان انا لعبت في النادي المصري وبحب جماهير بورسعيد جدا، لكن انا شايف الاتحاد بيأدي بشكل كويس وبشكل كبير جدا وبيلعب الماتشات دي مفتوح، فاعتقد ان الاتحاد ممكن يعمل نتيجه. ابراهيم الاتحاد ولا المصري؟ بص هي هتبقى مباراه كويسه يعني الفرقتين تقريبا قريبين للمستوى يعني. بس على الاداء اللي انا شفته في قدام النادي الاهلي الاتحاد قدام النادي الاهلي في الفتره الاخيره اداء غير مطمئن تمام، بس كل مباراه برضو ليها ظروفها. طيب يعني مين اللي يكسب؟ يعني كابتن محمود قال الاتحاد. بص اعتقد يعني في الفتره الاخيره ممكن يعني اعتقد المصري يعني. المصري طيب الانتاج الحربي انا ماليش دعوه بعصام وابراهيم بقى منك ليهم حبايبي والله. لا انت بتتكلم والله بتتكلم الانتاج الحربي وسموحه. بس بص يا سيدي عشان بس على سلام طيب يعني حبايبي على راسي والله ينور ودخل اكتر من كذا مداخله على فكره وعلى دماغي كابتني. انا بتكلم على مباراه الاتحاد امام الاهلي الفريق تماما كان ما كانش متواجد فاهم قصدي، فانا بتكلم على رؤيه الاخر مباراه للنادي الاتحاد بس مش اكتر. ماشي وزي ما قلت لك ان كل مباراه ليها الظروف بتاعتها. الانتاج وسموحه يعني مباراه صعبه زي ما قلت لك، الانتاج بيمر برضه بظروف يمكن انت غلب المباراه في اخر دقيقه وكان حاسين بظلم كبير جدا في مباراه بيراميدز، كان بيعرفوا يجيبوا جون، اللعيبه بتاع عنده لعيبه كويسه جدا. اعتقد ان نفس الطريقه سموحه يعني بقاله فتره او ماتشين مستواه مش ما يطمنش، لكن شايف الانتاج الحرب عنده الحميه وعنده الدفع انه يكسب المباراه. كابتن ابراهيم البنك الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه. لا انا اتكلم على عشان خلاص فاضل لي قول عايز ايه. البنك الاهلي وبيراميدز بيراميدز طبعا برضه خد بالك عامل الفوز في الفتره الاخيره للبيراميدز اكيد بيعلي المستوى بيعلي الثقه بتاعه اللعيبه، فده شيء طبيعي. كابتن محمود دجله ولا ام بي؟ لا انا شايف ان المباراه متكافئه يعني خصوصا ان وادي دجله طالع من تعادل مع النادي الاهلي مديله فرصه كويسه جدا او مديله دفعه كويسه جدا، ام بي ممكن يحاول على اساس انه يعوض خسارته ما قدام نادي الزمالك. سيراميك كليوباترا ولا الاهلي ابراهيم؟ بص على طبعا الاهلي في اخر مباراه قدام دجله تعادل، فاعتقد ان دي هتدي دافع لسيراميك كليوباترا ان تعمل مباراه كويسه امام النادي الاهلي، لان برضو فريق سيراميكا من عنده بعض اللعيبه المميزه يعني، فهتبقى مباراه صعبه على النادي الاهلي والطبيعي النادي الاهلي يكسب يعني ده شيء طبيعي يعني. المقصة واسوان سريعا، المقصة ولا اسوان؟ لا المقصة طبعا. المقصة ابراهيم المحله ولا الجونه؟ الجونه. كابتن محمود زمالك. الزمالك. الزمالك. اليوفنتوس قدر ان يكسب ديربي الدوري الايطالي 3-1 امام اي سي ميلان النهارده، وتاهل طبعا مانشستر سيتي الى نهائي كاس رابطه المحترفين في انجلترا بعد ما فاز على مانشستر يونايتد، وبرشلونه كسب اتلتيك بلباو 3-2. بكره حلقه مهمه جدا مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في البريمو، اتكلم عن يعني قضايا مهمه جدا جدا هتسمعوها وهتسمعوا اجابات لاول مره في البريمو ان شاء الله تتابعوها بكره. تصبحوا على خير.